يا رب العالمين. الله الله صل على طه الأمين. الله الله في كل وقت وحين. الله الله املأ قلبي باليقين. السلام عليكم، معكم الأخت كريمة ولها. لأول مرة تزوروا القناة أدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. إذا اليوم راني حابة ندير لكم الطمينة بناء على طلب الضيفات اللي جاونا في عقيق أختي، عجبتهم بزاف الطريقة تاعي، وكذلك لتلبية لي طلبت الأخوات لي فانز تاعي، كذلك طلبوا الطمينة. وبمناسبة المولد النبوي الشريف نقول لكم عواشركم مبروكة إن شاء الله، وتعدي علينا وعليكم بالصحة والهنا، وصلوا عليه وسلموا تسليمه. إذن هنا كما قلت لحضور رحنا بطلبكم المقادير كالآتي. إذن النوعية الجيدة اللي نديروا بها الطمينة كاش كيما مولا، لانه يجي اللون تاعو ذهبي وكذلك صافي، ما فيش هذوك الحبيبات هذوك اللي يجوا كحوله، وكذلك نوعيه جيده خاصه عند كاين الدقيق الرقيق المتوسط والخشن. اذا هذا المتوسط اللي ما يجيش حرش ويحرق كي تاكلوها، ما تجيش حرشه حتى اللون تاعو ولا اروع. هذا بالنسبه للنوعيه تاع السميد انا اللي نخدم به واللي خدمت به باش نوري لكم كلش بالتفاصيل. الأسئلة هنا نستخدم المرجان، والزبدة نستخدم لابل، لأنه لابل ما فيهاش رائحة، هي ولماني يعني واحدة منهم. أنا استخدمت لابل، ورح ناخذ القليل. يعني هنا السر تاع النجاح وكذلك تاع الطارة وتاع الطمينة، واللي هي في الزبدة وكذلك في المكون هذا. إذن هنا نحتاج إلى زوج كيلات تاع السميد، ومن بعد راح نوري لكم كيفاش انا نحمصو باش ياخذ كامل لون واحد وما يجيش محروق. عندنا زوج كيلات تاع الحرشه، عندنا كيله تاع الاسيله، ونص كيله تاع الزبده. هذا هو السر تاع الطراوه، يعني ما راحش تتلم وكما نقولوا تعاود تهي، بس راح تبقى محلحله، يعني تبقى طريه برك، تحكم روحها وتبقى طريه، وحتى اللون تاعها يجي ما شاء الله، والذوق تاعها يجي ما شاء الله. لانه ليدام كي تجمد راح الطمينه تاعكم تجمد وتولي يابسه. هذا هو السر تاع الطمينه باش تجي طريه وتبقى طريه وما تهبش، يعني ما تحكمش روحها. هذا باش نوضح الضيفات ديالي عفوا اللي جاو في الحقيقه وطلبوا مني الوصفه بالتفصيل، لانه كاين اللي داوها معاهم قالوا لي باللي غدوه من داك وبقات طريه. اذا هذا هو السر تاع الطراوه، يعني غلط ندير قد السمن وقد الزبده وقد العسل. وكذلك نضيف لها زوج ملاعق تاع الحليب او ثلاث ملاعق تاع الماء الدافي. الماء الدافي ولا الحليب راح يعطي لها طراوه كما نقولوا، ما تجيش حرشه في القرج وما كي تاكلوها، تجوز طريه وتجوز ناعمه كما نقولوا. وهنا راح نسكرفجلها تقريبا واحد 80 غرام حتى 100 غرام تاع حلو الترك باش يعطيها كذلك ذوق نوعا ما، وخاصه الا خيرتو النوعيه الجيده تاع حلوة الترك. اذا نروح مباشره لطريقه التحضير. بقاو معنا. اذا كما راكم تلاحظوا انا راني نحمص في السميد تاعي، لانه في الاول درتو في طرف تاع قماش وفورتو، ومن بعد راح نحمصو لياخذ اللون الذهبي فقط، لانه كي يكون مفور راهو طايب، ما يحتاج انه نحمصو مليح. والسر هنا كما راكم تلاحظوا راني نحرك بالكرتون، هي هو اللي يخلي الحرشه ديالي يتحمص ويجي كامل على لون واحد وما يجينيش محروق.
بدنا نحمص كامل السميد تاعي مليح حتى يخرج لي هذاك اللون الذهبي، ونطفي عليه ونخليه يبرد تماما. فقط حبيت نوضح كي تفوروا السميد تاعكم ديروه في طرف تاع الشاش ولا قماش يكون عنده العوينات تاعو مفتوحين، المسامة تاعو مفتوحين هكذا باش يجيكم سهل كي تفوروه ويدخلوا الفوار. هذا نحمص السميد تاعي ونتلاقاو نكملوا الطريقة تاع تحضير بقرمانة. إذن هنا كيما راكم تلاحظوا السر نتاع يعني اللون نتاعو الذهبي وما يكحلش ويجي ما شاء الله. راني وريت لكم كيفاش ديروا، شوفوا هنا كيفاش تحمص لي، تحمص رائع. الان نروح لطريقه التحضير. نجيب كاسرونه تكون ما تلصقش ونبدا نكيل. ناخذ الكيل كيما قلت لكم كيله تاع عسيله ونصف تاعها ليدان. ناخذ كميه صغيره. نروح الان باش نذوب هاد العسيله والزبده على نار تكون قليله، ما لازمش تغلى لانه العسيله الى غلات راح تيبس، وكذلك تجي شغل الذوق تاعها محروق، وكذلك اللون تاعها يتبدل. يعني فقط ذوب هذيك الزبده تماما ونضفوا عليها. إذن كما راكم تلاحظوا هنا بعد ما ذوبت الزبده تماما راح نضيف لها ملعقتين تاع الحليب او 3 ملاعق تاع الماء. الماء يكون دافي، نخلط مليح، من بعد نضيف الحرشه تاعي للداخل ونبدا نخلط بالتدريج لانه الحرش هذا راح يشرب هذيك المكونات السائلة، عفوا هي نعم راح يشرب هذيك المكونات السائلة. كيما قلت لكم كيلة تاع الزبدة نص كيلة، كيلة تاع العسل عفوا نص كيلة تاع الزبدة وزوج كيلات تاع الحرشة. هذي الكيلة الأولى نخلط مليح حتى نتحصل على قوام كيما زعما راح نديرو بسبوسة ولا نديرو المسكوتشو. هذه الكيله الثانيه نبقى نلمها مليح حتى تتلم الكميه تاعي، نخلط هكذا. لما هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه، وهذا هو القوام اللي نحوس عليه، تكون جريه شويه لانه كي نحطها في الطبسي حوالي 4 ساعات تعاود تجمد وتحكم روحها. إذن هنا راح نفرغها على الصحون التقليم. شوفو ديجا راهي بدات تجمد. لاحظوا كيفاش تجي هنايا طرية، هاي تلعب شوية هكذا نص ساعة هكذا 4 ساعة تحكم روحها. هنا هنا شوفوا هنا الطبسي هذا كاري وكيف رغدها حكمت شكل دائري. بدنا نخليها تجمد شويه باش كي نبدا نزينها ما يغطسش هذوك المكسرات اللي تحت. بدنا نخليها تبرد ونرجع نوريكم طريقه تاع التزيين. بدنا هنا اولا انا راح نستغني على القرفه، وحده نديرها بالقرفه وحده نديرها تقليديه بالقرفه وحده عصريه بالمكسرات. إذا هنا بالنسبة للناس اللي عندهم الجوز اللي ما عندهمش قدروا يستغناو عليه، يديروا الشي اللي متوفر عندهم في البيت. حنديرها كلاسيكية. نبدا هنا باش ندير الوردات، وردات نديرهم باللوزيفيلي. نحط قبل الحبيبة هذه البيضة الفضية، نبدا نحط اللوز إفيلي على شكل الوردات حتى نشكلها. وهكذا حتى نكمل نزيد هنايا وردات اخرين هكذا كاش كيما السامبل. حبش
نكثر معها في الطمينة، نحبها تكون على طبيعتها. هنا نزيد نزينها بورد الفشوش. نديرلها شوية تاع البيستاش قدام ورد الفشوش هكدا، بيستاش ملحي. غتقدرو ديرو هداك الكارفو بيستاش داك لي يجي شغل كاوكاو ملون. بعدين نكمل نزينها ونتلاقاو على مائدة التقديم. بقا معانا إذن هذه طريقة ثانية للناس اللي ما عندهمش المكسرات. إذن كما قلت لحظو هنايا وزعت عليها شوية تاع حلوة الترك. ناخذ هنا قرفة وندير موس بالمقلوب ونبدأ نطراسي خطوط بهذا الشكل، تكون متساوية. حبيتو تزينوها بهذوك حبيبات الفضية ولا تزينوها بدغاجي، كل واحد واش عنده في الدار، كل واحد والمقدور تاعو. ليسونسيال تفرحوا الوليدات. هذا ما كان طبيعة الحال لازم نخمو في الانسان اللي عنده اللي ما عندوش. هذا درنا الاولى بالنسبة للناس اللي عندهم لي مويان، وهذيا درناها للناس البساطة اللي ما عندهمش المكسرات. هكذا ندير لها شغل راح نرسمو دما حتى نكمل كامل نرسم المقاودات ديالي. حنا راح نضيف لهم حبيبات فضية، ولا ما عندكمش حبيبات فضية تقدروا ديروا دراجي الشيء اللي متوفر عندكم. انا عطيتكم فقط فكرة تزيين بسيطة وكذلك مميزة. إذا نكمل نزين الطمينة تاعي ونتلاقاو كذلك على مائدة التقديم ونوريكم الشكل النهائي. بقاو معنا. إذا هنا كيما راكم تلاحظوا الطمينة تاعي بعد ما زينتها معكم وشفتوا النتيجة النهائية، تجي طرية وتجي ما شاء الله كيما قلت لكم، تجي خالية من حبيبات هذوك السوداء، كذلك تجي طرية. هذه بالنسبة اللي زينتها بالمكسرات. وبالنسبة للناس اللي ما عندهمش مكسرات كما قلت لكم درت لكم هنايا تزيين خفيف ظريف وكذلك غير مكلف في متناول الجميع. نتمنى هذا الوصفة تكون نالت الاعجاب تاعكم، والتزيين كذلك يكون عجبكم. تلقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، وشركم مبروكة. الى الملتقى، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.